الذي ينصب في مصلحة النصر؟ أبدا، لازم يسأل من ساهم في إبعاد الكابتن الأستاذ أحمد الغامدي إنه ليه هذا الإجراء. يعني أنت تجي وتبعده في عمل ناجح وعمل تراكمي؟ هل من قام بهذا الإجراء يبغى الخير لنادي النصر؟ أنا ما أدري. إذا يبغى الخير لنادي النصر عليه مراجعة حساباته، عليه مراجعة حساباته، ويعرف أنه في بعض الخطوات كارثة. يعني أنا أشوف أن بعض القرارات التي تتخذ يجب أن تكون بعد دراسة، بعد مساحة من العمل. تجي لأحد ناجح وقدم موسم